السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح البرامج الهجرة المختلفة إلى كندا. هكمل معاكم كلامي عن اللجوء. أنا كنا خلصنا الحديث عن إعادة التوطين اللي هم اللاجئين خارج كندا. في الحلقة دي وفي حلقتين قادمين ولا ثلاثة هنتكلم عن اللجوء من داخل كندا، تقديم طلب اللجوء من داخل كندا. باختصار، أي حد موجود على أرض كندا ممكن يقدم طلب لجوء، ما فيش أي مانع، أنت ممكن تقدم طلب لجوء، المشكلة هل هيقبلوا الطلب ده ولا لا؟ هم بيقولوا للناس إحنا ممكن نقبل طلبات الأشخاص اللي هم يقدروا يثبتوا إنه عليهم اضطهاد، هيقع عليهم اضطهاد لو رجعوا إلى بلادهم. اضطهاد ده ممكن يكون جنسي، ديني، عرقي، إيه تاني؟ اجتماعي، تمام؟ فإذا كان عليك، لو قلت لهم أنا لو رجعت بلادي هيحصل فيها كذا، هيحصل فيها كذا أو إلى آخره، وقتها دي هي الناس اللي ممكن يعني يقبلوا طلباتهم. أو إذا كان في خطر حقيقي على حياة الشخص ده لو رجع لبلاده، يعني كان موجود في كندا، بلاده كانت تمام مطمئنة وكل حاجة، وفجأة حصلت حرب في المدينة بتاعته أو في البلد بتاعته، هو ده خطر محدق ممكن يكون على حياته لو رجع إلى بلاده. ده باختصار الناس اللي ممكن يقدموا على اللجوء هنا من داخل كندا. بس أي حد ممكن يقدمه، أي حد ممكن يعمل هو عايزه، بس المهم هل هم هيقبلوه ولا لا. وبدل ما اشرح لكم الخطوات أنا بنفسي، قلت خليني اشرحها لكم من خلال أحد الأشخاص اللي فعلا موجود في كندا وقدم على لجوء. تعالوا نشوف مع بعض هو عمل إيه وإيه الخطوات اللي مشي فيها واحدة بواحدة كده، وإحنا بنتفرج على شوارع ساسكاتون. هو يعني الحوار كان صوتي لأنه لسه ما خلصش 100%، لسه ما خدش الموافقة التامة، ففضلنا احنا نعملها حوار صوتي فقط لا أكثر ولا أقل بدون أسماء. في الحلقة دي هيتكلم عن حاجتين أساسيتين لأي حد عايز يجي لكندا أو عايز يقدم لجوء من داخل كندا. أول حاجة هو إزاي هتدخل كندا أصلاً، إزاي هتوصل لكندا، هو تكلم عن تجربته مع الموضوع ده. وتاني حاجة إيه إجراءات التقديم على طلب اللجوء. تعالوا نسمع ضيفنا الكريم قال ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية باختصار، قبل ما يعني قبل الدخول لكندا، دايما المشكلة اللي بتقابل الناس قبل الوصول لكندا هي مشكلة الوصول لكندا. الشخص عشان ياخد تأشيرة لكندا او لامريكا ويعدي الحدود بشكل نظامي ويدخل كندا، دي بتخضع لشوية عوامل. المشكلة ان احنا عندنا كمصريين وبعض العرب بالذات، انه احنا بنعتبر انه والله يعني السفارة عندنا وبتعتبر جنسيتنا مش مؤهلة انها تاخد التأشيرة، وانه الاوفيسر استقصدني وانه بتاع الكلام ده بنسبة 90% 95% مش مظبوط. طبعا الجنسية لها دور وعامل، لانه في جنسيات بتبقى وضع بلادهم بيبقى صعب، وطبعا بيدخل فيها مصر وسوريا وبعض البلاد الأفريقية اللي هي وضعها المادي صعب أو كذا أو السياسي، فبيبقى عنده نسبة تخوف إنه هو جاي عشان يقدم لجوء. فقبل يعني قبل ما الواحد يقول إنه الأوفيسر تعنت معاه أو إنه السفارة مش عايز تديه التأشيرة، هو لازم على الأقل يحضر الطلبات المطلوبة منه اللي مشترطها السفارة. يعني بتلاقي حد ما عندوش استقرار وظيفي او ما عندوش دخل ثابت او ما عندوش ترافل هيستوري او ما عندوش امكانيه يثبت بيها انه عنده حاجات تربطه ببلده او بالمكان اللي هو شغال فيه او بالبلد اللي هو شغال فيها، وبيقدم على التاشيره ومنتظر ان هي يتوافق عليها. يعني اذا اعترفنا بالمشكله اللي احنا بنقولها، انه والله هو خايف انه المصريين او بعض الجنسيات المعينه انها هتروح مش هترجع. طيب ما انت الاساسيات نفسها انت ما حضرتهاش. هتلاقي واحد مثلا في السعوديه فراتبه ما يكفيش، او مش منطقي انه الشخص ده راتبه يكفيه انه يخرج سياحه يروح امريكا، وتلاقي الشخص مقدم على 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 فيزا امريكا، فانت منتظر ازاي انه الاوفيسر يقبلك؟ يعني كمان ممكن شخص تلاقيه ما راحش في حياته غير بلد او اتنين قريبين من بلده او كذا، وما راحش اي سياحه قبل كده ولا اي دورات ولا اي ولا حتى نشاطه له نشاط بيزنس او كذا، وطالب مره واحده تاشيره امريكا او تاشيره فرنسا او تاشيره كندا،
وعايزها تتقبل. فالكلام ده صعب يعني، لحط نفسك مكان الأوفيسر، منطقيا محدش مثلا يكون مرحش أي دول في آسيا يتفسح فيها وطالب يروح يعمل سياحة في أمريكا. تمام، ما هو دول الناس اللي دايما بتكون عندهم مشكلة دي، هم دول الناس اللي دايما بيسألوا طب احنا نعمل ايه، هم عارفين هم بالظبط ما سافروش، هم ما عندهمش يمكن القدرة المادية ان هم يثبتوا، او يسأل يقول لك القدرة المادية دي معناها ايه، طب كام، فايه رأيك في الحكاية دي، طب الناس دي تعمل ايه؟ الموضوع يتقسم، الموضوع يتقسم مراحل يعني. انت يعني موضوع الهجره، او موضوع يعني موضوع الهجره العاديه، او حتى موضوع ترتب ان انت تاخد فيزا وتيجي وتعمل لجوء، الموضوع ما بيخلصش بين يوم وليله يعني. انا فاكر ان انا فكرت في الموضوع من حوالي 4 سنين ونفذته بعدها ب3 سنين يعني. قعدت 3 سنين ما بين من الاول خالص بقرا عن الموضوع وافهم ايه ابعاده وايه المطلوب، لحد ما وصلت ان انا خدت التاشيره وجيت. فالقصة دي بيحتاج لها ترتيب، فالناس تعمل حسابها ان الموضوع بياخد وقت. تمام. فانه مش قررت الهجرة او قررت السفر فهيحصل الصبح. الحاجة التانية ان انا لازم ارتب، انا عشان اخد يعني، خلينا عشان ما نخرجش بره الموضوع، بالنسبة لتأشيرة كندا او امريكا لازم الاول اكون انا سافرت بلاد سياحية او بلاد رحت فيها مؤتمرات، او على حسب لو انا جاي امريكا او كندا بفيزة سياحة أو فيزة سياحة رايح مؤتمر أو كذا، المفروض إن أنا أكون سافرت على الأقل لا يقل عن 3 4 دول في آسيا، منهم دول بتأشيرات ماشي، ورحت دول سياحة زي ماليزيا زي إندونيسيا زي الهند. بعد كده أبتدي بقى يا إما أخد سكة أوروبا الأول، أو إن أنا أدخل على أمريكا على طول. بس منطقيا لما يكون الشخص سافر في مثلا في آخر 3 4 سنين سافر له 7 8 دول، منطقيا عمر الاوفيسر في امريكا او في كندا ما هيرفض الملف بتاعه. تمام. فهي دي النقطه الاولى اللي هي الحصول على التاشيره اللي بتكون عائق لناس كتير. طب احنا بالزبط. نحصل على تاشيره الزياره ازاي؟ نحصل على تاشيره طب دراسه يبدا، طب ما الدراسه برضه هترفض لو ما فيهاش نفس اللي انت قلته. ما هو بص يا باشمهندس، يعني منطقيا كده انت انا مقدم دلوقتي، هو التاشيره عامله زي الوظيفه، حضرتك بتحط الطلبات بتاعتك، الشركه بتحط الطلبات بتاعتها، فلما تحط الطلبات بتاعتها والطلبات دي مش متوفره فيك، يعني حضرتك دلوقتي شغال مهندس في شركه، ما ينفعش انا راجل خريج كليه تجاره مثلا، ما ينفعش اروح اقدم في الشركه دي على ان انا اشتغل مهندس او دكتور. بالظبط، فمنطقيا ما تنفعش. تمام. فالشخص عايز يسافر وهو اول يعني ما خرجش من بلده قبل كده، او عايز يسافر وهو معهوش فلوس، او عايز يسافر وهو ما سافرش. انا مش بلوم الناس، بس قد يا جماعه لما تيجي اعمل الموضوع جهزه على خطوات. انت دلوقتي عايز تسافر، قبل ما تروح تجمع كل فلوسك وتروح تقدم تاشيره امريكا وتترفض، وانت عارف انها اترفضت لاسباب معينه، انت مقتنع بس لحبك في السفر او رغبتك في السفر عايز تسافر؟ ده مش منطقي. فاعمل ترافل هيستوري الاول، ودي نقطه بيغفل عنها ناس كتير ومتخيلين ان هي هتيجي بالفهلاوه او بالحظ. يعني الموضوع لك مش شوف لك دوله اوروبيه مثلا تروح لها كده تكون سهله اجراءاتها. بالظبط. يعني تركيا، قبرص، مش عارف ايه، حتت كده حاول تروح تزورها وتملى الباسبور بتاعك، وبعدين امريكا. بالظبط. يعني حضرتك انا كنت في الخليج، ورحت الاول يعني غير الدوله اللي انا فيها، رحت دولتين في الخليج، بعد كده رحت ماليزيا، رحت الهند، رحت لبنان، رحت بعد كده جورجيا، وبعد كده خدت تاشيره امريكا، وبعد كده خدت تاشيره كندا. فمنطقيا الحمد لله ما حصلليش اي رفض في اي سفاره قبل كده، لان الموضوع كان ماشي بالتدريج. انا طبعا ما ادعيش الفهم وان انا كنت مرتبها، هو ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، لأن كان فيها سفريات سياحة وسفريات شغل، فهي ترتبت بالشكل ده. فلما جيت أقدم أمريكا لقيت إنه المطلب بتاع الترافل هيستوري موجود عندي، وكان أوريدي عندي الحمد لله استقرار في الشغل وقتها، وكان كمان يعني عندي إثبات للكشف الحساب أو كشف حساب البنك أو كذا، فبالتالي دعم موقفي بشكل كويس. يعني في حتة كمان عايز أنبه ليها بالنسبة للناس اللي هتعمل دراسة أو اللي هتعمل سياحة او طلع مؤتمر، انه يضيفوا يعني لو الناس عندها الريدر الطلبات دي جاهزه،
ممكن تضيف عليها خطاب انا ضفته في الملف بتاعي في كندا وفي امريكا، وكان صراحة خطاب انا شايف من وجهة نظر انه كان مهم جدا، يعني كان طبعا باللغة الانجليزية، وكان بيقول انه يعني انا كنت مقدمه للسفارة الكندية، بيقول انه هو انه الشركة بتاعتي بتقول ان احنا يا جماعة مسفرين الراجل ده يحضر المؤتمر على حسابنا ومتكفلين بمصاريفه، وما عندناش مشكلة ان هو ان هو ياخد ولاده معاه يكمل بعد المؤتمر سياحة لفترة ويرجع يعني. تمام. فده بيبقى داعم للشخص كويس جدا يعني. انا حتى لما انا فاكر لما قدمت انا ما بقدمش في السفارة، بقدم في مكتب كده تبع السفارة، فالشخص اللي بيستلم مني الاوراق هو مجرد بيوصل الاوراق للسفارة او مكتب بيوصل اوراق للسفارة، لكن هو شايف الخطاب وعجبه جدا يعني طبيعي لانه ده دعم كبير بالظبط. فانا بنصح الناس بيه لو حد يقدر يحطه يبقى كويس وممتاز يعني. وكذلك برضو في الدراسه لو حد شركته هتطلعه يدرس كورس معين في تخصصه او كذا هيبقى مفيد بالنسبه له في التاشيره يعني. تمام، حصلت على التاشيره. تمام، حصلت على التاشيره. بعد ما حصلت على التاشيره بتبتدي بقى اختيار المقاطعه، وده موضوع صعب ومحير جدا جدا جدا، لانه برضو بيرتبط بالفلوس، بيرتبط بامكانياتك انت الماديه، السكن والشغل واللغه والكلام ده كله. اختيار المقاطعه بيبقى بصراحه كمان الجو في جزء منه بيبقى يعني عامل مؤثر. فانا كنت في حيره من ما بين قطعتين، كيبك وبريتش كولومبيا، وكيبك كسبت عشان خاطر الاسعار يعني، فرق الاسعار. يعني انت بتحترش بالمقاطعات علشان انه في واحده اسهل في الاجراءات ولا الثانيه؟ لا، انت مساله بس اسعار وماديات وجو بالظبط، لانه اصل حضرتك الكلام ده ممكن يفرق مع الشخص اللي بيقدم هجره، بس لجوء واحد. لكن اللجوء واحد، لان انت ممكن تعيش في مقاطعه وتقدم في مقاطعه تانية، او تختار المقاطعه اللي انت عايزه تروح تقعد فيها وبعدين تقدم فيها. طيب. انت مش مرتبط ان انت تدخل من اي مطار وبعد كده تقدم براحتك، او حتى لو هتدخل من الحدود فانت بتقدم وبعد كده تنقل الملف بتاعك في اي مقاطعه انت فيها يعني. بس يعني قصدي ان مفيش مقاطعه معلومه انه اجراءاتها اسهل، القضاء عندهم اسهل، حاجه زي كده مفيش؟ لا يعني لا، الكلام ده مش موجود هنا في كندا، كل لانه القضاء هنا فيدرالي، القانون واحد، والقضاء يعني حسب الكلام يعني اللي هقوله بخصوص القضاء وبخصوص اللجوء وكده، ده كلام المحامي اللي انا موكله، او خلينا نكون ادق، المستشار الهجره اللي انا موكله، لانه مش محامي، مستشار هجره. نعم. فإن القضاء فيدرالي وإن هو يقدر يقدم في أي مقاطعة، وقد يكون أصلا أنت تقدم في مقاطعة والقاضي يكون في مقاطعة تانية وتبقى الهيرينج فيديو كونفرنس. صح، تمام. فمش فحتة بقى إن المقاطعة ديت أسهل أو بتاخد وقت أقل أو كده، ده شيء مش وارد، لأنه في ناس بتقدم وملفاتها بتتنقل يعني. تمام. بعد ما تختار المقاطعة، طبعا أنا يعني اللي يعرف حد في المقاطعة قبل ما يجي فدي تعتبر هي المقاطعة الأنسب بالنسبة له عشان يساعده يعني على الحياة. بالضبط، يعني هيبقى فيه شوية حاجات كده يعني تفاصيل هقولها لحضرتك دلوقتي. طيب. هتفرق معاه كتير في التعرف على البلد وتقصير المدة اللي هي المدة الصعبة في الأول يعني. أنا شايف إن أصعب مدة على الشخص اللي بيجي هم أول من شهرين لثلاث شهور، دول بيبقوا أقصى ثلاث شهور في حياة يعني المهاجر أو اللاجئ أو أي كان الوافد الجديد يعني. صحيح. خصوصا إنه بيبقى بقى الواحد ساب يعني، خاصة اللي بيبقى سايب شغله سايب حياته وبيجي بقى يبتدي حياة جديدة. مهما قلت لحضرتك على السنين اللي قبل الوصول لكندا وازاي الواحد بيحضر نفسه نفسيا هو وعيلته انه يعيش بطريقه كندا وانه يغير عقليته، انه الشغل مش عيب وانك تشتغل اي حاجه وتبتدي لحد ما تتعلم وتدرس وتشتغل، كل الكلام ده موضوع، والواقع موضوع تاني منفصل تماما وشعور تاني خالص.
واللي بيقدر يستحمل ويتعود اول 3 شهور هو اللي بيقدر يكمل بيكمل. يعني انا فاكر ان انا مثلا في اول 3 شهور كنت يعني مريت بمرحله صعبه جدا وتعبت جدا نفسيا، انه انا هل القرار اللي انا اخدته ده صح ولا غلط. يعني الكلام وانا على المكتب في الخليج غير وانا جوه المصنع او المطعم وانا بشتغل هنا عامل، والكلام وانا يعني الايده في الميه غير الايده في النار، وانت هناك ايدك في الميه بتتكلم بالظبط. لما يعني تجينا في النار حاجه تانية طبعا. انا وانا قاعد في مكتبي كنت في منصب وبقول انا ايه المشكله، هروح اتحمل سنه اشتغل كاجوال ورك لحد ما اموري تظبط، وبعد كده ادرس واشتغل، وبعد كده اتعلم واشتغل يعني بالتخصص بتاعي او تخصص جديد او كذا. كلمه سنه كاجوال ورك ديت يعني اتقالت في ثانيتين، واتقالت في التكييف وانت قاعد مرتاح وبتاع. لما بتيجي هنا اول بقى ان انت تغير المنتاليتي بتاعتك فعليا بقى في الواقع هنا وتشتغل بايدك، ده اقصى ما في الموضوع. لما بتبقى خارج الصبح في التلج ورايح تشتغل شغلانه بايدك غير لما كنت مثلا في مكتب او كذا وبتاع، بيبقى التحول ده بيبقى صعب، خصوصا على الاسر اللي جايه من الخليج او اللي كانت في بلاد تانية فيها جزء من الرفاهيه يعني. تمام. طب نرجع لانك انت اخترت المقاطعه، جيت على كندا. انا عايز اعرف الاجراءات في الاول. الناس دايما بتسالني انه احنا نقدم فين، هنقدم في المطار ولا انا عارف انت ممكن تقدم هنا ولا هنا، بس انا عايز اعرف منك انت. تمام. اجراءات التقديم. التقديم في 3 اماكن للتقديم. اول مكان هو المطار، اي مطار تنزل فيه جوه كندا تقدر اول ما تنزل تقول لهم انا طالب لجوء. المكان الثاني هو لو انت داخل من الحدود البريه عن طريق امريكا، اول نقطه حدود تقابلك بتسلمهم الباسبور واوراقك كلها وتقول لهم ان انا جاي طالب اللجوء. المكان الثالث هو انك بتدخل عادي من المطار او من الحدود لو انت معاك فيزا كندا، بتدخل عادي جوه البلد وبعد كده تروح للاميجريشن، مبنى الاميجريشن، تقدم فيه الورق بتاعك وتقدم اللجوء بتاعك. دول الثلاث اماكن اللي بتقدم فيهم. انا اخترت المكان الثالث هو مبنى الاميجريشن. انا دخلت من المطار عادي ودخلت قدمت من الاميجريشن هنا. احكي لنا بقى الاجراءات. طيب انا طبعا يعني تجارب زمايلي، في ناس عدت من المطار، في ناس من الحدود، وانا دخلت من الاميجريشن. الاجراءات كلها طبعا ما فيش فرق، لانه ده سؤال مهم، مفيش فرق في التقديم في الثلاث اماكن، بمعنى انه مفيش تاثير على الطلب في الثلاث اماكن. نعم. يعني محدش يقول والله اللي قدم من المطار احسن، او اللي قدم من جوه احسن، او اللي قدم من الحدود البريه احسن. الثلاثه كلهم في النهايه هو طلب لجوء بينظر فيه، ملوش علاقه انت يعني انت داخل منين. حتى السؤال التقليدي بتاع انت دخلت من امريكا ليه وما قدمتش في امريكا، فده اجابته سهله وبسيطه وموضوع بسيط جدا يعني، لو تحب حضرتك نبقى نقولها يعني. الدخول بتقدم في سواء التقديم في المطار او في الاميجريشن وفي الحدود نفس الكلام، بتعبي فيه حوالي 3 أو 4 ابلكيشن بيتعبوا. لو انت مش عارف تعبيهم هم بيساعدوك تعبيهم، وبياخدوا جواز السفر وبيدوا لك ميعاد تيجي تستلم فيه الاي دي، مشهور باسم البراون بيبر، عبارة عن ورقة كبيرة كده مكتوب فيها لها تاريخ إصدار وتاريخ انتهاء تقريبا لمدة 2 سنين، وفيها الصورة بتاعتك، ودي بتستلمها، دي اللي بتتحرك بيها في البلد، بتعمل بيها كل حاجة بعد كده. فالتقديم ببساطة جدا كده، انت قدمت لجوء. طب والفترة لغاية لما تستلم الاي دي بتقعد من غير اي دي خالص؟ الفترة دي بتستلم، بيبقى معاك ورقة، بيبقى معاك الجواز السفر، يعني بيرجع لك الجواز تاني. جواز السفر بيفضل معاك لحد ما تستلم الاي دي. تمام. وبتسلمهم جواز السفر وبيدوا لك الورقة البراون بيبر دي، وبيدي لك نسخة من الورق اللي انت قدمته للجوء، اللي هو الابليكيشنز اللي انت قدمتها. كده انت عملت اول مرحله في التقديم، وهي تقديم الايه اللي انت قدمتك، انت كده قدمت لجوء. طيب نتوقف هنا في الحلقه الجايه ان شاء الله، نشوف المرحله القادمه مع ضيفنا الكريم اللي حصل وايه الخطوات اللي خدها في طريقه الى الحصول على اللجوء باذن الله في كندا.
ما تنسوناش من الدعم المستمر، شير ولايك وسبسكرايب، ودعواتكم، وفي أمان الله.